أحبي الترجي الرياضي التونسي، على السلامة ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية. موعدنا اليومي ترجي نيوز. خبارنا نبداوها الليلة مع فريق كرة قدم. بعد راحة دامت 4 أيام رجعوا اليوم أبناء رود كرول للتمارين في الحديقة بي. في البرنامج اليوم زوز حصص تدريبية لتحضير المباراة القادمة. ترجي الرياضي التونسي يتنقل نهار 3 القفصة لمواجهة القوي في نهار 4 لحساب جولة 27 من البطولة. رجع فريق إيكيب كرة القدم اليوم للتمارين، زوز حصص، واحدة صباحية واحدة مسائية، بعد ما خذيها راحة بأربع أيام. بعد الماراثون تاع الماتشوات، جوارات تعبوا وظهر لي الأربع أيام هذوما تاع الراحة جاو في وقتهم. صحيح هذول لي واحد أنا فترة طويلة ما خذيناش روبو، دونك حاجة باهية لي. حاجة باهية اللي جيت بتبيعتها، معناها عرفنا كيفاش نستغلوا معناها الموقف في البطولة، وعلى هذاك جيت معناها روبو، معناها جيت بتبيعتها، معناها دونك حاجة باهية. What chain reaction would cause an effect makes you turn around makes you try to explain makes you forgive and forget makes you change. لاعبي الترجي وكما عادتهم كانوا مساندين للحركات الإنسانية، ومع جمعية أفريكان ساهموا في الحملة ضد الانقطاع المبكر عن الدراسة. احنا قبل ما نجيو للترجي اون لانسي اون كامباني اللي اسمها ان براسلي روج كونتر لابوندون سكولير، معناتها نجمو تشوفو روج بور اريتي لي موراجي دو لابوندون سكولير، خاطر فما عشرات الالاف تاع الصغار كل عام يبطلوا قرايتهم. دونك اون لانسي سو براسلي اون فولو فير بارتيسيبي ليسبيرونس معنا، فيو كو لي جوور سون ديجا دي بورت درابو دو بليزيور كوز، اون فولو كو لي جوور اليوم يكونوا دي بورت درابو دو سيت نوبل كوز اللي هي ليدوكاسيون لا لوت كونتر لابوندون سكولير. Et lancer un message aux élèves, les élèves d'Azgar, les humains de la zone éloignée, qui ne sont pas touchés par leur étude, ou les pauvres, les pauvres ne sont pas aïeb, mais aïeb qui ne sont pas touchés par notre slogan déjà, c'est un enfant instruire, c'est construire. Et on dit toujours que si un seul enfant quitte l'école, c'est toute la nation qui est en deuil, ou c'est toute la nation qui échoue. Bon, moi, je suis dit à Taraji, ou à Lina, tu as le prix mental. القيمه نتاع لي مساج هذوما سورتو من جوارات تلعب في جمعيه كبيره، تعرف عندهم انفلونس كبيره ياسر على الصغار على الشعب الكل، تعرف يعني الجمهور الترجي اللي يحبوا الاسبيرونس بارتو في تونس، ما فيهم الصغار هذوما كي راهو المساج هذا من جوارات بتاتر يحبوهم اكيد باش يكون عنده تاثير كبير. صافي بليزير باش نكونوا مشاركين ولا مساهمين في حاجه كيف هناك. قبل الفوت فريق كره اليد عنده موعد نهار الاحد في القبه مع قمه جوله ثالثه في البلاي اوف، ديربي العاصمه في الهونت بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. اليوم مدرب نجيب بن ثير قام بحصه التمارين في القبه وضع فيها اخر لمسات قبل 48 ساعه من لقاء الاجوار. صعيب كونتر النادي الافريقي خاصة يجيب بعد ديفيت كونتر نجم النادي الساحلي، كنا ربيع عليهم 3 بوان ولا تلعبهم بوان توا
ذراك يعلف معناتها الكلوب رجعت في اللعبه اون برينسيب شالا كانت تربحها بحاول غدوه نهار الاحد ان شاء الله معناتها تخرج الكلوب من الكورسه وتقعد انت تستنى ماتش سوسا يزم كذاك تسبي شامبيون بحاول اما يزمنا تو الحاج تخرج الكلوب من اللعبه ان شاء الله وربي معنا يا خويا. مباراه الدربي معناتها ما فيهاش رهان شكون باش يربح وشكون باش يخسر دونك معروفه اللي باش يعمل اقل لي فو تكنيك واللي كونسونتري اكثر واللي عنده راج دو فان كاركتر اللي باش يربح هو ان شاء الله باش نتاثر ان شاء الله الانتصار حليفنا لا ترى هذوما الناس كلها تفق انه 50-60% منها تروح جارديانات اللي بتبيع صحيح مباراة دربي ما فيهاش احكام مسابقة يظل كل مباراة ومعناتها كيفاش تبدا يلزمك تتلائم معاه يظل كما تعرف مباراة تريز امبورتونت لينا احنا يلزمنا معناتها نوصل لقدام نعرف رواحنا على شنو قادمين يظل الهدف نتاعنا هو الفوز بالبطولة يظل ولاد الكل شعارين بالمسؤولية ان شاء الله معناتها نهار لحد واحد يبدا حاضر 100% باش يعاون صحابه لو ماكسيموم بوسيبل. بإذن الله إن شاء الله نشوفوك حاضر نهار الأحد ضد نادي الإفريقي. إن شاء الله نعاون الأولاد باللي نقدر عليه وإن شاء الله نعطي البلوس خاطر الأولاد الكل معناها يستناو في رجوعي إن شاء الله نكون في المستوى كالعادة وباللي نجم إن شاء الله نعاون أصحابي لوماكسيموم. نهنيو جميع الترجي الحمد لله بنسبة 100% تعافيت من الإصابة. مش 100% ما فما 60% ومع شوية عزيمة تطلع بكدا. قبل ما نهيو اخبارنا نذكركم مره اخرى بتوقيت دربي الهوند نهار الاحد الاربعاء في قبه المنزه اذا ان شاء الله مربوحه خاصه باش نحافظوا على المرتبه الاولى احنا نعاودوا نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين نفس المكان نفس التوقيت من هوني الغادي نتمنى لكم بون ويكاند تصبحوا على خير وتحيه الترجي.